اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده من المطابخ العالميه، المطبخ الغربي. الاكل بتاعنا النهارده بنفس الماتيريال بنفس المكونات، ولكن هخليكي تختارك المطبخ الطلياني، المطبخ المكسيكي، المطبخ الهندي وهكذا. النهارده معايا جوز فراخ حلوين، تعالوا نغير الطعم ونطلعها من جو صينيه فراخ بالبطاطس، شاورما، الحاجات اللي احنا عارفينها دي، وهنعملها فراخ مشويه بالزعفران. الزعفران ايه متطلباته علشان يشارك مع فراخ مشويه؟ حاجات كتيره قوي، ممكن يكون زبادي، ممكن تركيبه من التوابل العربيه، هنشوف هنعمله مع بعض ازاي. وخاصه الزبادي لما بيشارك المشويات في تركايه في الاكله دي لازم نشوفها مع بعض عشان الزبادي ما يبرغلش مننا او يفرط على وش الحاجه اللي بنشويها. معانا طبق مكرونه النهارده، المكرونه الاسباجيتي دايما مظلومه مع صوص بولونيز مع المطبخ الايطالياني او مع الوايت صوص. نحن هنعملها النهارده مع الجبنه، ولكن نوع الجبنه النهارده مختلف، الجبنه الشلش او الجبنه المجدوله معروفه بالاسم ده في المطبخ الشامي والسوري بالاخص. هنعملها النهارده مع بعض بالجبن، نوع الجبنه ده كده. ميزه الجبنه دي يا شيف مغازي غير الموزاريلا، لما بتخش مع الوايت صوص اللي انا هعمله بتشد وبتبقى مطاطيه، الاطفال بيفرحوا بيها وبتعجبهم قوي على فكره. فطبعا المكرونه ده له مذاق خاص بنوع الجبنه ده، هنشوف نعمله مع بعض ازاي بطريقه لطيفه وحلوه. الحلو بتاعي النهارده بيناسب الرياضيين كبار السن، للاطفال الحلوين، ولكن هنعمله بطريقه جديده. كاسات التمر او المهلبيه التمر بالمكسرات والعسل. الميزه في الطبق ده فيه كل العناصر الغذائيه اللي بيتطلبها الجسم حسب الاعمار، صغير وكبير. حلقاتي فيها تفاصيل كتير، معلومه غير معلومه، فيها فكره طهويه بخفة دم مصرية من مطابخ العالمية. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف بن سن السكاكين. تعالوا مع بعض مع جوز فراخ حلوين، انا هشويهم النهارده بالزعفران. الزعفران حاجات في السوق كتيره قوي على فكره، خلينا نشرح الموضوع ده. في زعفران باسماء مختلفه يعني بماركات مختلفه مش هنقولها، ولكن سعره غالي شويه. ايه البديل له؟ في البودر منه بشكل البرتقال. معانا جوز فراخ، معانا عصير برتقال، معانا زبادي، ثلاث كوبايات زبادي من اللي بتتباع في السوبر ماركت بالحجم الصغير اللي هو العرض من الاخر. معانا بصل وفلفل الوان، فلفل حار، معانا كزبره خضراء وتوم وعصير ليمون. هي دي المقادير، مش هنحط بتوابل كتيرة علشان طعم الزبادي والزعفران ما يهربش مننا. ميزة الأكلة دي بريئة من الكمون والكزبرة، يعني مش هيخشها لا كمون ولا كزبرة، الحاجات اللي احنا عارفينها الشرقية. هناخد الفراخ دي الأول نشيل الجلد بتاعها بالشكل ده كده. لما بنيجي نحمر الطعمية في البيت، الطعمية بتاع اللي بنفطر بها الصبح، الراجل بتاع الطعمية، الراجل الطيب الجميل ده، بيحمر شوية فليفلة، بيحمر شوية بتنجان، فلفل رومي، شوية بطاطس، ويجهز الزيت لتحمير الطعمية. عشان كده مهما تحمر الطعمية في البيت ما بتبقاش زي بره. انت بتحمر في زيت نضيف، فالطعمية مش عايزة الزيت اللي هو لسه خام، لازم تحمر فيه بتنجان وتحمر فيه طبعا الفلفل والبطاطس وهكذا. نفس الموضوع المطاعم، ده مطبخ شغال بيبقى فيه صوصات مختلفة، حاجات إمكانيات تانية، ولكن أنت تقدر تخلص الطعم ويبقى أحسن من بره كمان بالطريقة اللي أنا بشتغل بيها. طب ما أنا بشوي فراخ أهو، شوف الفراخ دي هشويها بالزبادي دلوقتي بالشكل، شفت أنا أهو شلت الجلدة بتاعة الفراخ من غير ما أعور إيدي أهو، ونضفتها بالشكل ده كده. الحاجات دي بشيلها مش عايزها، بخليها في طبق جانبي زي عينيا أهو، وهمسك الفراخ دي دلوقتي أتبلها وأنت معايا. تيجي تاكلها بره مش هتلاقي زيها بره، هيحصل من بره اهي فرخه زي الفل، ونرجعها مكانها. ناخد اختها كده اهو، عيني حاضر معانا اهو، بس حلو اهو بالشكل ده كده. نشيل الجلد ازاي؟ كده اهو، نمسك الفرخه كده بالراحه عشان ما تعورش نفسك اهو، تخلصي منها كده وسكينتك تكون حاميه. يعني معناته يا شيف لما نيجي نشوي فراخ لازم نشيل الجلد، مش في كل الفراخ، في فراخ لازم نشويها زي ما هي كده، لان الجلده برضو دي خلي بالك فيها دهون حلوه والدهون بتاعتها مفيده مش مشكله، ولكن برضو بيبقى شكلها حلو بالجلد. ولكن في النوع اللي انا هعمله دلوقتي مش محتاج الجلد بتاع الفراخ اهو، عشان كده بشيله بالراحه مع حضراتكم واحده واحده. مش عايزك تعوري ايدك خالص، بسكينه صغيره في ايدك كده. دايما لما تيجي تستخدمي تخلي فراخ تنضفي فراخ
انت لازم السكينه تكون صغيره في ايدك علشان ايدك ما تتعورش. اه شفت انا بطلع بالجلد ازاي؟ اه شايفين انا بعمل ايه اهو؟ شفت الفرخه كده اهي زي الفل معايا. بتعمل ايه يا عم الشيف دلوقتي؟ همسك الفرخه كده اجي عند الصدر ده كده، شفت الطريقه دي كده، وامسك الصدر. اه التقطيعه دي مهمه جدا. اه تقوم الخلطه اللي انا هعملها دلوقتي للفراخ تخش بين الصدر والانسجه بتاعته. اه هو ايدك. اه شفت الشكل ده كده؟ اه حلو. وشيل دي كده كمان مش عايزها. آه. كده ناكل الصدر كله مع بعض. ادي واحده، الثانيه نخش عليها. اللهم صل على النبي. اي وزن بيسالوني الفراخ دي يعني الوزن، يعني ممكن كل ما كانت الفراخ صغيره كل ما كانت احسن. اه قطعها بالشكل ده كده كمان. اه ولازم تيجي التقطيع بالشكل ده كده. اه تديكي شكل القلب. اه حلو قوي. نجيب بقى الكاسروله بتاعتنا واحنا شغالين مع بعض، ونعمل خلطه حلوه كده. الخلطه دي عباره عن ايه يا عم الشيف؟ عباره عن توم، واحنا مع بعض كده واحده واحده. شويه توم طازه بتحطوا هنا كده، بحط على التوم ده شويه كزبره خضراء، مكعب زبده، خلطه كده، خلطه مغازيه اهي. حلو الكلام. واخلي دي هنا كده، وحط عليها شويه عصير برتقال. عصير برتقال على الخلطه دي. انا بكون مبسوط لما صديق لينا او في المهنه بيتصل، معناته ان في متابعه وبنستفيد، ودي بتبقى حاجه حلوه. حطيت ايه يا عم الشيف هنا؟ حطيت زبده وملح وفلفل وشويه كزبره وتوم، واخلطهم مع بعض كده. اه ركزي في التركايه دي كده. اه هاخد الخلطه دي. المخرج بيسالني بيقول لي ليه حطيت زبده؟ الله عليك، انا بيهمني في السؤال التركايه اللي انت حطيت ليه زبده يا شيف. الزبده بتجمع كل الخليط ده كده، ولما بتخش مع صدر الفرخه بالخلطه اللي انا عاملها دي كده بتكرمل الصدر بتاع الفرخه وبتغذي الانسجه بتاعت الفراخ. اه بالشكل ده كده. اه ناخد الخلطه دي زي ما هي كده، ونيجي مكان ما قطعنا بالسكينه ونحط كده. اه الله عليك وعلى والديك. اه شفت الجو ده كده؟ اه هنا اهو. ونيجي بطن الفرخه بنحط شويه منها كده اهو، وناخد الفرخه دي نحطها هنا. نعمل واحده ثانيه مع بعض واحنا شغالين. اهو فرخه اهي بطريقه جديده. اهو هي الفراخ عندك في الثلاجه، جبتش حاجه من بره، مكعب زبده من الثلاجه، شويه الخضره عندنا موجودين اللي انا حطيتهم اللي هم الكزبره مع التومه اللي انا حطيتهم كده بالشكل كده اهو، وموضوع جديد. التركايه في ايه يا شيف بقى؟ في الزبادي مع الزعفران وعصير البرتقال. هستخدمه ازاي؟ ناخد الخلطه دي كده في بطن الفرخه، وناخد الفرخه المتكتفه دي كده نحطها هنا. اللهم صل على النبي. ونشيل الحاجه دي من هنا ونوسع لنفسينا. هتعمل ايه يا عم الشيف حالا دلوقتي؟ حابين تطلعوا فاصل ولا اكمل يا شباب؟ انا معاكم. حاضر. هناخد ده كده ونروق الدنيا. مطلوب مني ان انا اطلع فاصل دلوقتي، بس للامانه في تركايه هنا عايز اعملها لحضراتكم. انا مش طيب، خلينا نعمل التركايه مع بعض علشان نشوف ازاي تفاصيل الفراخ دي هتطلع مع بعض. زي ما هي كده يا شيف مغازي، هنعمل خلطه الزبادي مع بعض. اه الزبادي عندنا يا مسهل مع الزعفران. الله اكبر. ده زبادي، مش لازم يعني قليل الدسامه اللي موجود ما فيش مشكله. بنحط عليه الزعفران بتاعنا، بنحط على الزعفران ده شويه ثوم. حلو قوي. وتشيل الزعفران من قدامك علشان ده ممكن يخلي لك كل لون المطبخ برتقاني، وتحط شويه ملح شويه فلفل عصره ليمون يا عم الشيف. اللهم صل على النبي. عصير برتقال يا عم الشيف. ونقلب كل ده مع بعضه اهو. درجة حرارة الفرن عندي كام؟ 180. تاني عصير برتقال، زعفران، والزبادي مع التوم مع الملح والفلفل،
وننزل بيه عم الشيف على الفراخ بالشكل ده كده اهو الاثنين مع بعض اهو، ونمسك الفرخه كده نعومها في الخلطه اللطيفه دي، هي كده كده تفتح النفس، اللون البرتقالي سبحان الله نبص له شويه ناكل كل حاجه نفسنا فيها. اه في خضار هنقطعه معاه، ده طبعا هنجهزه بس نخلي الفراخ تستوي شويه، ونقدم معاها تشكيله من الفلفل الالوان، كوسه بطاطس خيار اللي انت حباك، كل التشكيله من الخضار زي ما هي كده عم الشيف على فين؟ على الفرن. اه اللهم صل على النبي. درجه حراره الفرن عندي 180، مطلوب من الفرن هنا بالظبط كده ما بين 40 دقيقه ل 35 دقيقه، لان الفراخ شايلين الجلده بتاعتها وصغيره في الحجم فمش تاخد وقت كتير في السوا. هطلع فاصل صغير وبعد الفاصل اوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف كالعاده، انت واقفه في المطبخ بتروقي مطبخك، الحاجه اللي لها لازمه بتخليها قدامك، والحاجه اللي ملهاش لازمه تروقي نفسك كده علشان تقفي رايقه في المطبخ، ولو حد دخل عليك من ضيوفك حبايبك صحابك يلاقوا مطبخك رايق. هنبدا دلوقتي عندنا حاجتين، هنعمل طبق مكرونه بالجبنه المطاطيه، ودي جبنه المفروض ان احنا بنستخدمها في اطباق الحلويات، احنا نستخدمها في طبق الاكل بتاعنا، ولا تكنيك في استخدامها اللي احنا بنتخلص من الملوحه بتاعتها بان احنا بنسيبها في شويه ميه ونغير لها الميه مره واثنين وثلاثه. وخلي بالك لما تستخدمي الجبنه دي يا اختي يا خالتي يا عمتي يا ماما يا امي، لازم تعملي كنترول على الملح، لان الجبنه دي شويه مالحه غير الموزاريلا وغير الشيدر، فهنا في كنترول في الملح حتى وانت بتستوي المكرونه. المقادير على الشاشه، مكرونه سباكيت حلو قوي، ومعانا جبنه، بصله ناعمه، فص توم، مكعبين من الزبده، ومعلقتين زيت لسلق المكرونه، وملح وفلفل وشويه ريحان يابس او زعتر او فريش حسب الرغبه. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. معانا الحله على النار بتغلي، الطبيعي بنحط معلقتين زيت مع شويه ملح لسلق المكرونه، والطبيعي بنعمل مكرونه بالوايت صوص، بصوص بولونيز، بالمشروم، بالفراخ، زي بالطماطم، زي ما انت حابه. لازم المكرونه تاخد الطعم بتاع الصلصه اللي بتعمليها، يعني ما تنزليش بالمكرونه مستويه سوى كامل في الصلصه، هتبقى المكرونه واخده سكه والصوص هنا واخد سكه واحنا بناكل، يعني كل حاجه في طريقها. اه حلو، شويه الملح التمام، ناخد المكرونه بتاعتنا زي ما هي كده وزي ما تكسرهاش، ينزل بالشكل ده كده اه زي الفل. هتتسلق المكرونه نص سوا تقريبا، ناخدها بعد كده نكون عملنا الصلصه بتاعتنا. حلو الكلام. طيب على المكرونه ما تستوي، مطلوب مننا نعمل شويه خضار للفراخ اللي في الفرن دي، دي لازم نستقبلها استقبال حافل. والمقادير بتاعه المكرونه على الشاشه كالاتي، مكرونه سباكيتي، جبنه زي ما شايفينها مع بعض اللي احنا اخترناها، ومعانا كريمه لباني وريحان وزعتر وتوم. نمسك الخضار بتاعنا ده كده علشان الفراخ اللي في قلب الثلاجه، فراخ مشويه بالزبادي مع الزعفران، هنقدم معاه شويه خضار حلوين، الخضار ده حسب الرغبه، ممكن تكون بطاطس، ممكن يكون فلفل الوان بالشكل ده كده، سكتك تكون حاميه. الفلفل ده يتغسل قبل التقطيع مش بعد التقطيع، ده مهم جدا على فكره، علشان ما ينفعش تقطعي فلفل، ما ينفعش تقطعي بصل، ما ينفعش تقطعي بقدونس، ما ينفعش تقطعي كزبره وتغسليها بعد التقطيع. اه بالشكل ده كده يا نعم. حلو، سؤال ممتاز جدا، جالنا سؤال دلوقتي على السوشيال ميديا، الفراخ دي لو انا عايز اعملها دايت ممكن نستبدل الزبده بالزيت؟ سهل جدا، والزبادي نجيبه من السوبر ماركت قليل الدسامه، يعني نسبه الدسامه فيه قليله. اه بصل اتقطع كريهات بالشكل ده كده، كريهات يعني مكعبات اهو، وننزل بهنا كده. معانا بصل اخضر انا بحبه دايما يشارك في الاكل، مش مع العدس وبس، ياخده كده اهو. الله، الحاجات دي كلها بتقوي المناعه، الحاجات دي كلها لما تستخدميها في الاكل انت كده يعني الصحه تاج على رؤوس الاصحاء، وانك انت تقدري من الاكله بتاعتك يبقى الاكل صحي، ونبقى عندنا مناعه وحاجات تبقى جميله جدا في ظل الحاجات اللي احنا بنشوفها دلوقتي
والمشاكل الصحيه اللي احنا بنواجهها. عندك بصل اخضر، عندك فلفل، عندك جنزبيل، عندك ثوم، الحاجات دي كلها مفيده على فكره. فلفل ده كده اهو، فلفل الملون ده فيتامين سي، خلي بالكم فيتامين سي مش في البرتقال واليوسفي بس، ده الفلفل الالوان فيه فيتامين سي، والجزر فيه فيتامين سي، والجوافه فيها فيتامين سي. اه فلفل حار ده يتقطع كمان، وهنعمل الخلطه دي مع بعض. اشيل دي من هنا واوسع لنفسي. عود الشبت ده يزغلي العينيه، بحطه زي ما هو كده. الشبت بيدي فليفر حلو بس حرامي لو كترت منه بيسرق الطعم، يا اما يقلب لك الاكله يخليها محشي. شايفين الخضار ده كده اهو، اه ايه الحلاوه دي يا شيخ، ايه الجمال ده. اه دي السجاده الحمراء او السجاده الخضراء بنسميها، يعني ايه الاسم الفكاهي ليها. فراخ في الفرن، نبص عليها يا عم شفيق، فراخ تطلع تلاقي الخلطه الحلوه دي كده ونحطها في قلب الطبق ونقدمها. لا انا عايز اقول لك صورني معاها وهي في الفرن، جميله جميله. شفت الفراخ فاتحه كده شكل قلب ازاي في الفرن، الانسجه جواها خلطه لطيفه، واعمل لها كمان خلطه على الفرن على البوتاجاز، حلوه قوي. تمام، نشتغل في المكرونه بتاعتنا. طاسه على النار. ايه اخبار المكرونه يا عم الشيف؟ المكرونه هنا بتستوي نص سوا. راحت فين المكرونه يا شفيق؟ مش شايفها، ده كانتش من شويه. اه نزلت تحت، حلو قوي. اه اهي اهي يا فندم، اهي اهي اهي، خلاص كفايه عليها كده. هستفيد بالميه دي كمان في عمل الصلصه. اهو 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 اهي مايله، اهي اهي. يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل، خلاص جاهزه. خلينا نطلع الفراخ نحطها على الخضره دي وندخلها الفرن عشان نوسع لنفسنا بقى. اهو بالشكل ده كده، اللهم صل على النبي. ونجيب الفراخ من الفرن وندخل الصينيه دي بعد كده الفرن، اللهم صل على النبي. ايه الجمال والحلاوه دي يا عم الشيخ؟ يا ويلي يا ويلي على الحلاوه. نشيل الفراخ دي بالراحه كده، يلا. شفت الفرخة؟ شفت الفرخة كانت فين وبقت فين دلوقتي؟ وطريقة جديدة. زي ما هي، تصورني معاها. نشيل الصلصة الجميلة الحلوة، الجوس اللي نزل منها ده كده ينزل على وشها تاني. إيه الجمال والحلاوة؟ أهو. وأقدمها في نفس الصينية، اسمعي كلامي. اسمعي كلامي، أهو. زي ما هي تتقدم، أهي. ولا ولعنا فحم، طريقة جديدة خالص اهي. عينيا يا فندم. ناخدها زي ما هي كده، الصينية سخنة اهو. اللهم صل على النبي. دي مكانها فين في الفرن؟ حد يقول لي، حد يقول لي، قول لي ولا تخبيش يا زين. اهي اهي اهي، بص عليها البصة الأخيرة، هو ده جوز فراخ مشويين بالزعفران على طريقه الشيف المغازي، تقدر تقولي من المطبخ المغازي. هنطلع فاصل صغير ونرجع لسر عمل صوص للجبنه اللي اول مره بجبنه مجدوله بنستخدمها في اطباق الحلويات. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. المكرونه طبعا جاهزه معايا، انت بتشتغلي فيها. طب هي اتسلقت نص سوا، بتشيل الحله من على النار او تقفلي عليها البوتاجاز وتخليها زي ما هي كده في الميه المغليه. يعني كده لو طلعتيها وخليتها في كاسرولة هتمسك في بعضها وتقفش، لان فيها نشويات. وانا ضد ان احنا نسلق المكرونه وناخدها على حوض الغسيل نغسلها، دي اسلوب غلط في طهي المكرونه. خلي بالك اسلوب غلط في طهي المكرونه. المكرونه زي ما هي كده في الميه بتاعتها. احنا هنجهز دلوقتي الصوص الابيض بتاعنا او صوص الجبنه بتاعتنا اللي احنا هنعملها مع بعض. طاسه على النار، حلو قوي. هنستخدم، حلو قوي. جالنا سؤال على السوشيال ميديا دلوقتي بيقول ان احنا ممكن نطلع المكرونه من قلب ميه السلق نحط عليها زيت، لو هي مسلوقه في زيت وميه مغليه لا داعي. معلقه زيت زيتون، سريعا بنحط فص ثوم محترم كده، والثوم ما يتحمرش معاكي بالشكل ده كده. الله، بصلايه ناعمه، كل دول ورا بعض اهو بالشكل ده كده اهو. شويه ميه من سلق المكرونه
يا ويلي يا ويلي العب. اللهم صل على النبي. خلصت الاكله. ننزل بشويه حليب. نكمل بعد كده. ايه نوع الجبنه اللي نستخدمه؟ عشان جالنا سؤال دلوقتي، طب يا شيف مغازي مش لاقي الجبنه ديت، اعمل ايه؟ لازم استخدم الجبنه ديت؟ ممكن الجبنه الموزاريلا، مش هتقول لا، دي حته بصلايه كبيره شلتها. مش لازم الجبنه دي، ممكن استخدم جبنه موزاريلا، هتأدي نفس الغرض. شفتوا الجبنه اهي؟ بسيبها كده تسيح براحتها خالص اهي. دي جبنه مجدوله. بتجيبيها من عند الراجل البقال او بتاع الجبنه يعني. لا دي مش جبنه عكاوي، دي جبنه اسمها جبنه شلش او مجدوله اهي. اهي شفتوا جبنه خطيره اهي بالشكل ده كده اهي بتبقى عند الراجل البقال او بتاع الجبنه بيبقى فيها حبه البركه، لان بيستخدموها في اطباق في حلاوه الجبنه، بيستخدموها في حشوات الفطاير اهي. الخلطه دي كلها مع بعضيها يا عم الشيف بنقلبها. انا شغال دلوقتي في المهلبيه، استاذن فريق العمل بعد اذن حضراتكم نشوف مقادير كاسات التمر بالعسل والمكسرات، طبق فيه كل العناصر الغذائيه، صغير وكبير هيستفيد منه. نزلت بالتمر اللي هي العجوه اللي موجوده عند اي بقال او عند فكهاني، التمر بتاع سينا والعجوه بتاع سينا وبتاعه الواحات اللي بنصدرها للدنيا كلها اهي. سيحتها وحطيتها في حليب، معايا شويه نشا بتقل عينيه او زي ما هو اهو، انا بس بدوب العجوه في قلب الحليب اهو. الطبق ده مسته طبعا حاجه كده واخده سكه العصيده بس بشكل تاني يعني اهو، عصيده التمر احنا كلنا عارفينها اهو. داب التمر في قلب الحليب. الله عليك يا عم الشيف. ننزل بعسل ولا بسكر؟ العب. ننزل بشويه عسل. عسل، ربنا يعسل ايامك يا مغازي. انزل بالعسل. نقلب. عندنا يا شيف معلقتين من النشا قوام. ننزل بشويه كده ونقلب لغايه لما يدينا القوام اللي انا عايزه. نحط شويه مكسرات، نحط في قلبها شويه مكسرات. انا مع المكسرات تستوي شويه، لو بتعملي مهلبيه بتعملي اي نوع من انواع الحلويات فيه مكسرات، انا بحب المكسرات تستوي مع الخليط شويه عشان ما تكسرليش سناني. الجبنه ما زالت بتسيح اهيت اهي اهي بالشكل ده كده اهو اهو. يلا وناخد المكسرات بتاعتنا. معانا جوز الهند، طيبه لطيفه اهي، بيسموها دوفر لما تلاقيها عند الراجل العطار يعني، تبقى طويله شويه. معانا فول سوداني، معانا زبيب، معانا نوع تاني من الزبيب. الايام دي هيكتر الزبيب بقى واليابيش بتاع رمضان في البيت، تحب ليه حشوات كنافه، حشوات بسبوسه. معانا شويه لوز متكسر وجاهز شبه الصنوبر. كل ده في قلب الايه؟ التمر والحليب، ياخد غلوه. دي طريقتي، وتسيبه على النار هاديه كده. تقومي لما تاكلي من المكسرات ديت تلاقيها طريه، كبار السن لما ياكلوا منها ما تاذيهمش، الاطفال لما ياكلوا منها ما تاذيهمش. شايفين انا اهو خلاص كده الجبنه اهي، شايفين الجو اهو. المخرج بيقول لي فين اللي بتشد دي؟ اصبر على رزقك. عيني حاضر عيني. يا باشا اهو حالا. طيب حاضر اهو. شفت بس الجبنه اهو، المخرج عايز يشوفها اهي، تسيح معايا الجبنه اهو 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 اهو. طبعا المكرونه ده بجد انا بحبه لان طعم الجبنه ده مختلف شويه اهو اهو. خدت بصله تومه اهو، بصله تومه اهو اهو. شفت الجو ده اهي، شايفين الجبنه اهو اهو، جبنه اهي اهي. الجبنه حلو قوي. سؤال على السوشيال ميديا، امتى نحط الريحان؟ انا مع الحاجات اللي بتدي فليفر عالي لازم ياخد غلوه في النار زي ما انا حطيته دلوقتي، يعني في المرحله الاخيره من السوى اهو. الجبنه اهيت معايا اهي 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 الجبنه. اللهم صل على النبي. لسه نحطها دلوقتي على الاسباجيتي، الاسباجيتي بتاعتنا تطلع اهي اهو. نشيلها كده، نجيب حله كبيره زي دي كده عشان احنا عاملين اكله كبيره تكفي الاسره كلها. ناخد المكرونه بتاعتنا من الميه على طول زي ما هي كده اهي في قلب الحله.
ننزل عليها بالجبنه. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ ايه الجمال ده؟ طبق مكرونه بيتكلم مطبخ مغربي، مطبخ الغربي ولكن بخفه دم مصريه. يعني يا شيخ من الاخر طبق المكرونه ده بيعملوه بره طبعا بالوايت صوص. شوف المكرونه، انا عايزك تجيب المكرونه دي يا شيخ. بص المكرونه بقى اهي 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 اهي، شفت الجبنه المطاطيه؟ خليطه خليها تاخد غلوه بقى. اشيلها من النار واقدمها اهي 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 اهي. لسه اوريك حاجه دلوقتي هتبهرك. شايف المكرونه؟ الاطفال بيحبوا الحاجات دي على فكره، الاطفال يحبوا الحاجات دي بقى. تتعمل بمكرونه غير اسباجيتي اللي دايما الاسباجيتي احنا ظالمينه مع البولونيز وبس. نغرف الطبق ده كده، نجيب الطبق التقديم. عايزه تجودي بقى، تحط شويه زيتون، ممكن تحط شويه جمبري في قلبيها، ولكن انا بحبها كده اهي اهي. اللهم صل على النبي، زي الفل. طبق مكرونه من المطبخ الغربي الطلياني بالتحديد، ولكن بخفه دم مصري. دايما الاكله نعملها من اي بلد ان كانت، ولكن اديها طعم ايدك انت. نطلع الفراخ بتاعتنا جاهزه. اللهم صل على النبي. جهز لها كده طبق زي ما هي هنقدمها. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ اللهم صل على النبي. بالشكل ده كده نحط عليها شوية خضرة. يتقدم على السفرة زي ما هو كده، ما تغرفوش في طبق تاني. الجمال في تشكيلة الخضار، تفتيحة الصدور بتاعة الفراخ كده حلوة زي الفل. تعالوا مع بعض نشوف كاسات التمر. ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ جيبي بقى الايه؟ الكاسات بتاعت الجيران، اطباق الجيران، خبطي على جارتك كده وصلة الرحم، راح تزوري حماتك، يا حماتي كل سنة وانت طيبة، ما رضيتش أعدي على الحلوان اللي على الناصية أجيب لك تورتاية، عملت لك النهاردة حلو على طريقة الشيف المغازي، ما كلفنيش ثلاثة تعريفة، شوية حليب من التلاجة، شوية عجوة، وعملنا كاسات التمر بالمكسرات والعسل، ممكن تستخدمي بدل العسل شربات عادي. اللهم صل على النبي. انا مع ان المكسرات تغلي. فين يا شيف؟ لسه هنحط كمان عليها مكسرات. شفت انا بغرف ازاي؟ بالشكل ده كده عشان الطبق يبقى بتضيف معاك. تلتينه كويس. هيدعي لي اللي ياكل من دي على فكره. كلنا عارفين القيمه الغذائيه للتمر، واحنا داخلين على الشهر الكريم، كل عام وحضراتكم بخير. السفره دايما بتاعتنا او الفطار بنبدا بالتمر. غني بالسكريات، غني بالسعرات الحراريه، بيعوض الجسم طول النهار عن الصيام بحاجات كتيره قوي ومعادن كتيره، وبشده مش محتاج ان احنا نتكلم عنه. استخدمنا منه العجوه بتاعتنا بتاعت سينا وبتاعت الواحات، دخلنا معاه مكسرات، حليب وعسل، زهرة البرسيم، ما جبناش حاجة غالية ولا حاجة. ممكن تحط شوية قرفة؟ تبقى لطيف، تمر يحب القرفة. دي جوز الهند، شوية لوز، يا مزاجك اللوز. عينيا عينيا، عايز أقول لحضراتكم جالي خبر عاجل دلوقتي، تنويه يعني عشان إيه نسمع الحلقة دي إن شاء الله هتتعاد يوم الخميس، صح يا أستاذة رحاب؟ لحضراتكم. ليه يا شيف؟ عشان حلقة حلوة، وأنتوا بتحبوا الحاجة الحلوة. يعني حاجة فيها قيمة غذائية، فيها فايدة، فيها أداء حلو. الحاجات الحلوة دي لازم نعرفها كلها عشان إحنا بقينا أصحاب دلوقتي، بقينا عشرة. لازم نعرف تفاصيل البرنامج أكلة أمي. زبيب. والدليل على كده لما الست الوالدة تعمل أكلة حلوة، لما نكون مسافرين ولا حاجه بنبقى عايزين ناكلها كل يوم من ايديها.
المكرونة عينية، نحط على شوية بقدونس. مخرج بيقول لي لونها أبيض كده، بس لما تدوقها خلي بالك شوية تعجبك على فكرة. حاضر، عينية. هعمل حاجة بقى كده وأنا بختم عشان المخرج عايز يشوفها بجد والله، عايز يشوف الشكل المكرونة بعد ما اتغرفت. حلقتنا النهاردة بساطة، سهولة، مرونة، فيها تفاصيل كتيرة، فيها معلومة، فيها خبرة طهوية بوغازية، طبق مكرونة من المطبخ الطلياني بخفة دم مصرية بجبنة مشدولة، عملنا كاسات التمر بالمكسرات والعسل، شفنا التكنيك العالي، طبق مفيد جدا للكبار والصغار والرياضيين، فراخ بتتكلم مصري ولكن بالطعم الهندي، فيها زعفران، فيها زبادي، فيها تشكيلة من الخضار لونها لطيف وجميل يفتح الشهية. رؤية فن إبداع، بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.